وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدث سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس عن أهمية الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين، مشيرا إلى أنها تأتي تتويجا للعلاقات الطيبة بين الجانبين، مثمنا المبادرات الإنسانية الكبيرة لجلالة الملك المعظم فيما يتعلق بنشر مبادئ التسامح والمحبة وقيم الحوار والتعايش السلمي. طبعا هذه الزيارة التي سوف يقوم بها البابا الفاتيكان خلال شهر نوفمبر القادم هي تتويج للعلاقات الطيبة بين الفاتيكان وجلالة الملك الله يحفظه. كما يعرف الجميع، جلالة الملك زار البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في 19 مايو 2014، وقد استقبل من قبل البابا استقبالا كبيرا ومميزا. وطبعا هذه الزيارة هي إحدى ثمار هذه العلاقة الطيبة بين جلالة الملك المعظم الله يحفظه وبابا الفاتيكان، وما يقوم به جلالة الملك المعظم الله يحفظه من مبادرات إنسانية كبيرة نحن في البحرين نعتز ونفتخر بها كثيراً.